قال جهاز المخابرات في ليتوانيا إن موسكو طورت القدرة على شن هجوم على دول البلطيق في غضون مدة زمنية قصيرة قد تصل إلى 24 ساعة، مما سيحد من خيارات حلف الناتو على الرد إلا من خلال قواته العسكرية المنتشرة بالفعل على الأرض. رئيس الاستخبارات العسكرية الليتوانية يقول إن أولوية روسيا هي تعزيز قدرته أمام الغرب مع الإبقاء على منطقة كالينغراد. إنهم يهيئون أنفسهم لفكرة الرد العسكري السريع والردع. روسيا ستتمكن من شن هجوم على دول البلطيق في غضون ما بين 24 و 48 ساعة. وأكدت المخابرات الليتوانية إن روسيا طورت العام الماضي جيشها في منطقة كالينينغراد الواقع بين بولندا وليتوانيا، وأرسلت مقاتلات سوخوي من طراز SU-30 وأنظمة صواريخ تسمح باستهداف السفن في أي مكان تقريبا ببحر البلطيق، وهي التطورات التي ستعرقل قدرة الناتو على إرسال تعزيزات إلى المنطقة. في المقابل رفض الكرملين حديث الاستخبارات الليتوانية الذي قال إنه لا يعبر سوى عن مشاعر مناهضة لروسيا.